تمام محمد. راح ناخذ اكزامبل على الالفا بيتا بلاننج اللي هو الذكاء الاصطناعي بس الالجوريثم مارتمن مالت الالفا بيتا. طيب خلينا ناخذ هذا الاكزامبل على سبيل المثال. في هذا هنا ايش راح يقول؟ اذا اكو مربع هو ماكس، واذا اكو مثلث باتجاهه الى الاعلى هو ايضا ماكس، وهاي نظام المعتمدات. واذا دائره هي من، واذا مثلث مقلوب بهالاتجاه هو من نود، وهذا ماكس نود. طيب اذا نبدي من الروت، هذا الروت هو ماكس بدا، بعدين من، بعدين ماكس، بعدين من، بعدين ماكس. السيرش هنا ايش راح يصير؟ راح يصير بهالاتجاه والى الاخير. اذا راح ناخذ الثلاثه هذه، راح ناخذ الثلاثه وخليها هنا. هو ايش راح يسوي لنا؟ هنا اعتقد نعم يقول انا اريد اسويها الالفا والبيتا. يلا الفا وبيتا ماكو مشكل، الفا وبيتا ماكو مشكله، ماكو الفا وبيتا، الفا وبيتا خلاها ما لا نهايه ما لا نهايه. وصل هسه للثلاثه هاي. من وصلنا هنا للثلاثه راح ناخذ هذه الثلاثه طيب ونصعد بها الى الاعلى ونشوف. اذا ايش راح يصير؟ البيتا صارت ثلاثة، وبعد ايش راح يصير؟ البيتا راح صارت ثلاثة، راح نروح على ال 17. هنا مينيمم، منو المينيمم؟ منو الاقل؟ ثلاثة ل 17؟ لا ثلاثة، اذا راح ناخذ ثلاثة. شوف ايش راح يصير؟ اذا هذه صارت ثلاثة. بعد وها والالفا، الالفا هنا ايضا صارت ثلاثة. طيب نشوف خطوة الاخ، نشوف شو يصير. اي هاي صارت ثلاثة، راح نروح بهذا الاتجاه، بهذا الاتجاه راح الفا هي ثلاثة والبيتا ما معلومة موجبة، اخذناها اثنين، لقيناها هنا اثنين. طيب راح نروح بهالاتجاه، اذا راح ناخذ الاثنين، راح ناخذ الاثنين، لكن الالفا اكبر، الالفا هذه اكبر من من؟ اكبر من الاثنين، او اكبر من البيتا اللي هي هاي راح تصير بيتا الاثنين. خلينا نشوف، نعم صارت بيتا، وراح نخليها هنا اثنين، خلينا هنا اثنين، خلينا هنا اثنين. الفرع الاخر سوى له قطع او تجذيب او تقليم او اللي هي البيتا برينج. ليش؟ لانه هذا المفروض يجينا هنا مينيمم، المفروض يجينا اقل من الاثنين، لكن هنا ما نحتاج اقل من اثنين. ليش؟ لانه هو يريد ماكس اكثر من الثلاثه هاي، فما نحتاجه، ولذلك هذا يقطع. شي يجينا يقطع، يجينا صفر، يجينا واحد، يجينا اثنين، ما نحتاجه. اذا هنا ايش راح ياخذ؟ راح ياخذ الماكسيموم بين الثلاثه والاثنين. اذا ايش راح ياخذ هنا؟ ياخذ الثلاثه. طيب اخذ الثلاثه، راح ياخذها ويصعد بها الى الاعلى الثلاثه. نشوف البيتا صارت ثلاثة، وراح يروح بهذا الاتجاه. اكو فرع على اليمنى، راح بالفرع وعنده بيتا ثلاثة، ويكمل ويكمل بيتا ثلاثة لحد الان ماكو شيء. هنا لقى 15، من لقى 15 راح ياخذها اذا وحدها، نعم وحدها اخذها 15، مش يصعد بها لفوق ايضا 15. اذا الالفا هنا صارت 15. اذا هذا الفرع المفروض شو يجيب لي؟ يجيب لي شنو؟ يجيب لي ازيد من ال 15. ليش؟ لانه ماكسيموم. طيب لكن البيتا، الالفا اكثر من البيتا، فهذا ما يجوز. هنا ثلاثه جايتني، وهنا انا مينيمم، وراح اخذ المينيمم ثلاثه ويترك هذا. اذا هذا الفرع عاد ماكو داعي، وهذه راح تصير ثلاثه. طيب صارت ثلاثه، نشوف بعد صارت ثلاثة فعلا. طيب اذا هذا راح يروح للروت، راح يروح للروت نشوف. اذا صارت الالفا شنو؟ ثلاثة، الفا ثلاثة، راح بهالاتجاه البيتا ما لا نهاية، ويكمل ايضا يكمل بهذا الاتجاه، يكمل بهذا الاتجاه الى ان يوصل لهذه، يلقى اثنين. هاي الاثنين والالفا انا جايتني ثلاثة منها، اذا من راح اخذها الاثنين؟ خلنا ناخذ هالاثنين، بيتا صارت اثنين، وداخل الدائرة ايضا صارت اثنين. اذا هل اروح بهالاتجاه؟ الجواب لا. ليش؟ لان الفا ثلاثة،
وهنا من يوم راح يجيب لي أقل من 2 أو 0، يعني أقل من 2 1 أو 0، والألفا أكبر فما يحتاج فراح يقطع. طيب نأخذ 2 ونصعد إلى الأعلى، هنشوف أخذنا 2 وصعدنا حتى نقارن الألفا لحد الآن هنا 3 البيتا 2، نشوف هنا إيش راح يصير. هنا لقيت 3، لقيت 3، إذا خلي أخذها 3. من أخذ 3 وألفا وألفا 3 إيش راح يصير؟ ألفا 3 البيتا صارت أيضا 3، وهنا هنا ماكسيموم ماكسيموم أيضا راح يصير شنو؟ راح يصير أيضا 3. 3 و 3 وننتهي الموضوع. إذا هذه صارت 3 وهنا 3، إذا 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 هذا إيش راح يصير؟ راح يقطع، لأنه إذا جاب لي أقل من 3 هو ما يفيدني، و 3 هنا تصير هنا مينيموم، وهنا أقل شيء 3 لازم يجيب أقل من 3، يجيب أقل من 3 ما نحتاجه. ليش؟ لأن هنا الماكس أزيد من 3، إذا يكتفي بهذا. يعني يقطع حل هذه، وراح نشوف يعبر الثلاثة، عبرها الثلاثة وخلاص. وهنا نطعن ألفا بيت بروبرتيز، أنت الخواص مالتها. هنا الأوتبوت أو الأو يسميها كومبلكسيتي اللي هي البي إن على 2. هنا good move order improve effective of training. وهنا training does not affect final result. Not affect final result. هنا نكتفي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.